بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء سلام الله عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله أموركم تمام وبصحة وسعادة. وكيف المذاكرة والمراجعة معكم؟ اليوم بنتحدث عن ما يسمى بمراحل أو دورة حياة، تمام، بمراحل تطوير النظام أو دورة حياة إيش؟ إعداد وتجهيز إيش؟ النظام ككل، تمام. لاحظوا معي في الصورة، قال مراحل النظام، قال فالبداية إيش؟ قال تبدأ بفكرة، تمام، يعني إيش؟ أفكر إنه أعمل نظام يقوم بعمل كذا كذا، تمام، كفكرة عادية. بعدين الفكرة تتحول إلى إيش؟ إلى تخطيط، ومن التخطيط قلنا إيش؟ اللي ذكرناها سابقا، تمام، تمر إيش؟ بعدة خطوات، تمام، بعدين إيش؟ إلى تحليل، بعدين تصميم وتنفيذ، بعدين إيش؟ نظام مكتمل. طيب تعالوا نشوف، تمام، دورة حياة وإعداد المشروع كاملة. تحدثنا في البداية عن مرحلة إيش؟ التخطيط، وغطينا إيش؟ الأربع نقاط الرئيسية في مرحلة التخطيط كاملة، تمام. وتحدثنا عن إيش؟ ما يسمى بجمع المتطلبات، النقطة الأولى، وطرق جمع المتطلبات، بعدين إيش؟ دراسة الجدوى وما يترتب عليها، تمام، الجدوى الاقتصادية والفنية التقنية وإيش التشغيلية. بعدين تحدثنا بعد الجدوى إيش؟ عن وثيقة خطة المشروع، عن خطة المشروع وما يتضمنها، وبعدين وثيقة خطة المشروع، تمام، تحدثنا عنها بالتفصيل. طيب قال لك تطوير أو تطورت المنهجيات المستخدمة في التحليل والتصميم على النحو التالي، تمام، والمنهجيات التي تستخدم في عملية إيش؟ التحليل والتدوير، تمام، تطورت كالتالي. لاحظوا، بدأت بالطريقة غير الهيكلية، تمام، هي طريقة قديمة في إعداد المنظومات، بدأت في الستينات مستخدمة المخططات الانسيابية كوسيلة للتحليل والتصميم، تمام، الايش الورك فلو، وهي لا تستخدم حاليا إلا نادرا نظرا لتعقد المنظومات المستخدمة. هذه أول ما بدأت في الستينات وقد عفى عليها الزمن وانتهت. طيب الطريقة الأول قلنا غير الهيكلية، الطريقة الثانية إيش؟ الهيكلية. طيب في هذه الطريقة إيش اللي بيحصل؟ بهذه الطريقة بد استخدام هذه الطريقة في السبعينات وتتميز بالأدوات، يعني إيش؟ حصلت بعدين أدوات وبرامج جاهزة تساعد إيش في عملية إنجاز هذه الطريقة وفي عملية إيش التحليل والتصميم، تمام. متى هذا؟ قلنا في السبعينيات، تتميز بالأدوات والتقنيات الهيكلية المنظمة والسهلة الاستعمال. هذا النوع من الطرق تتناسب إعداد المنظومات الكبيرة والمعقدة نظرا لأنها إيش؟ تقسم المنظومات إلى إيش؟ أجزاء صغيرة لتبسيطها، تمام. كمثال على هذه الطريقة مخطط انسياب البيانات والمخطط الهيكلي، تمام. طيب الطريقة الشينية الكائنية، هذه إيش؟ الحديثة، هذه ما زالت تستخدم الهيكلية. طيب الطريقة الشينية هي الجديدة، تمام، طريقة إيش؟ الأوبجكت أورينتد ميثودولوجي، تستعمل تقنيات متقدمة مثل إعداد استعمال الأجزاء البرمجية، تقليص إيش؟ وقت إعداد المنظومات وغيرها. هذه الطريقة فادت إيش؟ في تقليل وقت إعداد المنظومات وفي غيرها، تمام. طيب هذه الطريقة الشينية أمثلة عليها قلنا التحليل باستخدام إيش؟ اليو ام ال، اللي إيش؟ يتضمن اليوز كيس دايجرام، السيكونس، الكولابوريشن، الستيت، والكلاس دايجرام وغيره، تمام، والكلاس دايجرام وغيره. هذا ايش؟ المنهجيات اللي ايش استخدمت في تحليل، تمام، في التحليل والتصميم بداء من الستينيات الطريقه غير الهيكليه، والى السبعينات الطريقه الهيكليه، الى ما بعدها الطريقه ايش الشينيه الكائنيه او الاوبجكت اورينتد ميثودولوجي، تمام. طيب تعالوا للمراحل، مرحلة التخطيط، تمام، غطيناها بالتفصيل. مرحلة التحليل، لاحظوا هذا طريقة إيش؟ الشلالات، أي بمعنى أنه لا تستطيع أن تمر أو تنقل إلى مرحلة إلا بعد أن تنجز المرحلة إيش؟ الأولى، تمام، يعني إيش؟ تدفقية، تمام، يعني بمعنى أنه لا تستطيع أن تقفز إلى مرحلة التنفيذ إلا لما تخلص المراحل اللي قبلها، التخطيط والتحليل والتصميم. وكذلك مرحلة التصميم لا تستطيع إلا بعد أن تخلص مرحلة إيش التخطيط ومرحلة إيش التحليل، تمام، ومرحلة التحليل.
في منهجيات أخرى غير الشلالات، في الايتريتيف التكرارية، تمام، والبروتوتايب يعني ايش التكراري، بمعنى انه تعمل تستطيع انه في كل مرحلة ان تنفذها، تمام، ان تختبرها. ايضا انه ايش تستطيع ان تعمل ايش رجوع الى المرحلة اللي قبل، لكن هنا مرحلة التحليل ما عاد اقدرش ارجع للتخطيط، تمام، لاني ايش اجباريا وما يعني، تمام، هذه ما فيها شمرونة. الطريقة الثانية اللي ايش التكرارية الايتريتيف، تمام، وانه ايش تستطيع ان ترجع الى المرحلة ايش اللي قبلها، تمام، الى المرحلة الذي قبلها. اما بالنسبة لمراحل تطوير البرمجيات، عند البدء في دورة حياة تطوير النظام يجب ملاحظة التالي: كل مرحلة تحتاج الى ايش الى ثلاث اشياء، قلنا برمجيات واجهزة، تمام، الى سوفتوير وهاردوير وبشر، موارد بشرية، تمام، لاكمال عملياتها. كل مرحلة لو جينا لهنا مرحلة تخطيط تحتاج الى ايش الى محللين والى ايش اجهزة والى ايش سوفتوير، تمام، وكذلك كل مرحلة التحليل والتصميم. كل مرحلة ايش تحتاج الى ثلاث اشياء ضرورية: برمجيات، اجهزة، وموارد بشرية لاكمال ايش عملياتها. كل مرحلة تحتوي على مدخلات ومعالجة ومخرجات، في كل مرحلة من المراحل هذه لديها ايش مدخلات ومخرجات، تمام، يعني ايش مثلا مرحلة التخطيط ما هي المخرجات حقها، انه ايش اعداد وثيقة المتطلبات، هذه واحدة، ما هي المتطلبات الذي يحتاج الزبون، اعداد وثيقة ايش المدخلات، اولا ايش انه نحصل على المتطلبات، اذا نستطيع ان نحصل على المتطلبات من خلال المقابلات الشخصية و تمام من ايش من الزبون. بعدها ايش بعد ما نحصل على المتطلبات ننجز المتطلبات النهائية ونعمل وثيقة ايش المتطلبات، تمام، هذه تعتبر ايش المخرجات، تمام، وهكذا. طيب يجب اجراء مراجعة في نهاية كل مرحلة، يعني كل مرحلة تكمل لازم ايش اعمل مراجعة، هل انا استوفيت كل النقاط الموجودة في هذا المرحلة، يعني هل انا غطيت النقاط، هل استوفيت النقاط المطلوبة، تمام، يعني ايش تعمل عملية مراجعة في كل ايش مرحلة من المراحل، تمام، في كل مرحلة من المراحل. يجب اعداد وثيقة المواصفات ومراجعتها في نهاية كل مرحلة، يعني كل مرحلة لازم ايش اعمل اوثق العمل وثيقة ايش المواصفات ونراجعها، هل استكملت المطلوب وانه انجزنا ايش المرحلة على اكمل وجه، تمام. يجب التحقق من اكتمال وصحة ووضوح وثيقة المواصفات في كل مرحلة، تمام، قلنا ايش هذه مرحلة التخطيط، وقلنا اني ايش نغطي اربع اشياء رئيسية، تمام، وتحدثنا عنها بالتفصيل، تمام، تحدثنا عنها بالتفصيل كاملة، فانا رجعت لكم شوي بس على اساس انه ايش نشتي نفهم ايش معنى المراحل، وتمام التخطيط غطيناها بالاربع نقاط الرئيسية: طلب المستخدم، دراسة الجدوى، خطة المشروع، مقترح المشروع، تمام، طلب المستخدم وغطيناه، تمام، وجبنا لكم مثال عليه، بعدين دراسة الجدوى الثلاث: الاقتصادية والفنية والتشغيلية، تمام، بعدين ايش غطينا هذا كاملة، تمام، بعدين ايش خطة المشروع وما يتضمنها من نقاط: ملخص المشروع وجدول المشروع وقيود المشروع والاهداف وغيرها، تمام، ووثيقة مقترح المشروع، هذا كنا ايش غطيناها وعملنا لكم كارفيو سريع عليها، تمام، على اساس ايش لا لحظة يا شباب، كنت اشتي بس قبل ان ننتقل من مرحلة التخطيط، تمام، الى مرحلة التحليل، في اشياء لازم ايش تركزوا عليها او نوقف عندها، تمام، في حاجة اسمها دراسة النظام الحالي القائم، تمام، مش ان احنا قلنا لكم في حاجة اسمها جمع المتطلبات وكذا وكذا، في شيء اسمه دراسة النظام الموجود، يعني نظام ايش المتواجد حاليا الذي ايش نعمل عملية تحليل له او دراسة النظام الحالي بهدف انه ايش نعمل اصلاح او بهدف تحسينه او بهدف ايش حل المشاكل تبعه، تمام، في حاجة تعالوا نشوف الدراسة التمهيدية قبل ما، يعني في شيء اسمه دراسة تمهيدية وفي دراسة تفصيلية، تمام، الدراسة التمهيدية الهدف منها التعرف على المشكلة،
يعني ايش؟ اطلع على النظام الحالي واشوف ما هي ايش المشكلة الموجودة، ما هي المشكلة التي ايش او النقص في العمليات وغيره. تمام، عمل تغطية ومسح عام للنظام الحالي وإمكانية تطويره، يعني ايش اعمل عملية اطلاع على النظام، عقب ما اعمل عملية تنفيذ للنظام اشوف الواجهات، اشوف ايش استجابة للعمليات، السرعة، تمام، الكفاءة، هل قابل للتطوير، هل النظام هذا يقبل انه اضيف عليه عمليات جديدة وصفحات جديدة وواجهات وغيرها، تمام، او تغييره. يعني اذا ما فيش امكان انه ايش احسن فيها النظام هذا واضيف عمليات جديدة، ممكن ايش نغيره جذريا، تمام، ونعمل نظام جديد. نحتاج اليها عندما تشعر الادارة ان المعلومات التي يوفرها النظام لا تعكس وظائف المنظمة، تمام. ايش معنى هذا؟ يعني انا لدي منظمة، تمام، المنظمة هذا اعمالها كثيرة ومعانا نظام، تمام، ولكن النظام يشعر انه في جزء من اعمال المنظمة لا يغطيها النظام، تمام، جزء من اعمال المنظمة لا يغطيها ايش النظام. اذا في هذا الحالة ضروري انه ايش يا انه اعمل توسعة وتحسين للنظام، بس ما استطيع انا الا من خلال من استدعي مبرمجين ومحللين يطلعوا على النظام الحالي، اذا قابل للتوسعة وحل المشاكل وايش في معناته نستمر على النظام ونطور فيه، اذا مش قابل للتوسعة والتحسين بمعنى ايش نقوم بعملية تغييره جذريا، تمام. طيب، خطوات دراسة التمهيدية، ايش اللي نعمل؟ نعرف المشكلة انه ايش في قصور في عمليات كذا وكذا وكذا لا يغطيها مثلا، وضع الاهداف، دراسة الجدوى مثل ما شرحنا لكم سابقا، دراسة الجدوى ثلاثة النقاط الرئيسية، اعداد خطة عمل، تمام. طيب، تعريف المشكلة، نحتاج اليها لتمكن من وضع حلول لها، تمام، نحدد ابعاد المشكلة، هل هي مشكلة جذرية تتعلق في العملية كامل او مشكلة عادية، تمام، لانه من خلال ما اعرف المشكلة استطيع ان اتنبأ او استطيع ان اوضع الحل المناسب لها، تمام. تحديد ابعاد المشكلة بتحديد نقاط الضعف في النظام القائم، تمام. تعريف المشكلة، نعمل مسح شامل للنظام، خلفية تاريخية عن المنظمة مثلا، ها الهيكل التنظيمي للمنظمة، قطاعات، مستويات، ادارات وكذا، لانه ايش النظام دائما النظام يعكس ايش او صورة مصغرة عن المنظمة كامل، تمام، بجميع خدماتها، بجميع ايش عملها، انشطتها، تمام، قطاعات، مستويات ادارية، ومواقع، موقع نظام المعلومة عن من هذا الهيكل وغيرها، المعدلات الادارية والمالية لعدة سنوات متتالية، واراء العاملين من خلالها استطيع ايش اقيم النظام، هل هو ماشي على ما تريد المنظمة تمام، او لا يعكس الاهداف الحقيقية للمنظمة، تمام. بعدين وضع ايش الاهداف، كيف اعمل الاهداف؟ بعد ما احدد المشكلة كاملا اقوم بعملية ايش وضع الاهداف بدقة، انه اريد من خلال يعني المشكلة انه اريد مثلا اضيف عملية كذا وكذا 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 على اساس اغطي ايش العجز القائم في النظام الحالي، او تحسين او حل المشاكل والثغرات وهكذا، او ضع ايش عدة اهداف، مثلا ان يكون معرفة بوضوح، هذا شروط الاهداف، تمام، تحديد الهدف كميا مثلا، انه هذا الهدف يعمل نقلة نوعية لمن؟ للمنظمة، يقوم بعملية ايش نقلة نوعية، زيادة ارباح ايش المنظمة، تمام، انه ايش النظام دائما النظام لما يكون نظام ممتاز وسهولة في التعامل وامنية وقابل للتوسعة وغيرها، وبيعمل على زيادة او تسريع الاعمال داخل المنظمة مما يزيد ايش نسبة الارباح، تمام. تحديث قلنا تحديد لها الهدف كميا مثلا زيادة الارباح بنسبة 10% مثلا، تحديد الهدف زمنيا مثلا زيادة الارباح في السنة كذا كذا زمنيا بخلال الزمن وكم نسبة ايش الارباح، قابلية الهدف للتحقق، هل هذا الهدف لما اوضعه هل بقدر انه ايش ننجزه، تمام. دراسة الجدوى قلنا تعتبر العمود الفقري للدراسة التمهيدية، يعني ايش خطوة مهمة جدا، لانه اذا عملت دراسة جدوى صحيحة معناته ايش قال لك ما بني على صح فهو صح وما بني على باطل فهو باطل، يعني تخيل انه ايش يعني الاساس من البداية من مرحلة جمع المتطلبات ومرحلة دراسة الجدوى ومرحلة الدراسة التمهيدية ودراسة النظام القائم وغيرها، اذا ما عملت دراسة صح
ومشيت بخطوات ايش صحيحه، فانه ايش سيكون المراحل اللي بعدها ايش تبنى على طريقه ايش غلط. تمام. الهدف منها معرفه ما اذا كان النظام الجديد المراد قامت سيكون مجدي او لا. انواع الدراسه قلنا ايش، هذا غطيناها لكم كامله. تمام، غطيناها دراسه الجدول الاقتصاديه كذا كذا. تمام، والجدول التقنيه. تمام، وغيرها غطيناها كامله. بس هنا ايش في طريقه اشمل شويه، انه ايش معك فتره استرجاع. تمام، استرجاع ايش تكاليف النظام. احيانا ممكن ايش لا استطيع ان استرجع تكلفه النظام الا ايش بعد نقول سنتين، بعد 3 سنين، بعد كذا كذا. تمام، يعني ايش احدد من خلال العائد السنوي استطيع ايش احدد تكلفه النظام. تمام، فتره الاسترجاع مع القانون، تكلفه النظام 10000 دولار مثلا على العائد السنوي كذا كذا. تمام، مثلا 3000 دولار في السنه. اذا كم خلال كم سنه سيكون نطلع تكلفه النظام خلال 3 سنين و 3 اشهر تقريبا هكذا. تمام، 10000 على 3 بيطلع 3.33 هكذا. الكفايه الحديه للاستثمار، معدل العائد المتوقع الذي يحققه النظام بعد تغطيه كامل ايش التكاليف. تمام، بعد تغطيه قلنا الكفايه ايش الحديه، وهي تسوي يعني معادله صافي العائد، يعني صافي الربح، نربح 2000 دولار 5000 10 على المبلغ ايش المستثمر كامله. تمام، على المبلغ المستثمر كامله، على اساس اطلع انه ايش كم النسبه، كم بيطلع لي ايش ارباح. معايير تقييم البدائل، مقارنة تكاليف النظام الجديد بالنظام الحالي، حساب تكلفة تشغيل النظام تمام الجديد خلال العمر الافتراضي المتوقع له، حساب تكاليف تشغيل النظام القائم من خلال العمل العمر الافتراضي له، مقارنة ايش تكاليف النظامين وهكذا. تمام، كم كلف النظام القديم وكم كلف ايش النظام الجديد. تمام، محتويات التقرير، هذا فيما يتعلق ايش بدراسة الجدوى الاقتصادية، احنا تحدثنا عن التقنية والتشغيل بالتفصيل. طيب، لما عمل تقرير دراسة الجدوى تحدثنا لكم سابقا ما هي ايش مخرجات التقرير. تمام، محتوى التقرير يكون ايش بهذا الصيغة، اهداف النظام، تعريف المشكلة، وصفها، اهداف النظام الحالي، اهداف النظام الجديد، قائمة مقارنة بالتكاليف هكذا. تمام، لاحظوا بعدنا ايش اعداد الخطة، يتم وضع الخطة بعد الحصول المحلل على ما وفق من الادارة على مقترحات دراسة الجدوى. تمام، تقدير التكاليف اللازمة، الدراسة التفصيلية، خطوات الدراسة ايش التفصيلية، هذه قد اديناها اعداد الخطة اني في مرحلة ايش التخطيط. تمام، ذكرنا لكم بالتفصيل المل 4 نقاط رئيسية، وداخل كل نقطة ايش عدة تفاصيل، بس انا في نقاط بس بستوضح منهن. تمام، لاحظوا الدراسة التفصيلية، لاحظ هدفها دراسة الشاملة، احنا قلنا دراسة التمهيدية للنظام القائم، هذا دراسة ايش تفصيلية. دراسة الشاملة هو دقيقة للنظام القائم، تعطي فهما عميقا للمشكلات التي تم تعريفها في المرحلة ايش السابقة. تمام، خطوات الدراسة، التخطيط لإجراء الدراسة التفصيلية، جمع الحقائق والبيانات، تسجيل الحقائق والبيانات، اجمع واسجل. تمام، التخطيط لإجراء الدراسة التفصيلية، تحديد القضاء الذي ستتم دراسته. تمام، تحديد الجهاز الذي سيقوم بعمل الدراسة والكوادر اللازمة لذلك، إعداد جدول زمني لإنجاز هذه المهمة، تحديد الطرق والأساليب المستخدمة. تمام، دور محلل النظم، إنه يجمع كافة البيانات اللازمة. تمام، في إيش كل البيانات التي إيش نريدها من النظام الحالي، التمييز بين الحقائق والآراء الشخصية والفصل بينهما، في آراء شخصية واحد يقول والله أنا أقترح إنه يكون كذا كذا النظام يعمل ويعمل ويعمل، وفي إيش لازم ايش المحلل يفرق بين الحقائق، في اشياء لازم النظام ايش ينجزها بدون ايش اراء بدون اي شيء، وفي اشياء اراء شخصيه ايش قد يكون راي شخصي نابع عن واحد متخصص وفاهم في مجال ايش الاي تي، قد يكون ايش راي شخصي ايش اخر. تمام، اذا ايش من 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 دور محلل النظام انه ايش يفصل بينهما، مراعاه الدقه في البيانات التي تم جمعها، لازم ايش اتحرى الدقه والمصداقيه، تكون ايش بيانات صحيحة موثقة، تسجيل هذه البيانات وتوثيقها. تمام، ثاني جمع البيانات، تبدأ مرحلة الدراسة التمهيدية وتصبح أكثر عمقا في الدراسة التفصيلية. تمام، لاحظوا أساليب المستخدم في جمع البيانات، أنا قلت لكم مرحلة التخطيط لديها ايش 4 نقاط، أول جمع البيانات وغيرها،
في الطرق اللي قلنا لكم من الاساليب اللي ايش اجمع بها البيانات من الزبون او من صاحب المؤسسه او الشركه اللي يشتري نعمل لها نظام مقابله الشخصيه وجها لوجه، تمام؟ وهي افضل طريقه انا اشوف، فانه ايش قابل الشخص واعرف ايش اللي يشتيه بالضبط واوثقه واسجله، تمام؟ احدد اخطط يعني المقابله بتحديد هدفها واختيار المكان الملائم، حدد الاسئله، تمام؟ النقطه المهمه انه ايش تحدد الاسئله اللي ايش تريد ان توضعها لصاحب ايش المنظمه، مثلا ما هي تحدد له مثلا استبيان ممكن يجاوب عليها عبر سؤال نعم لا، هل تريد في النظام تبعك ان يكون كذا كذا، تدي له خيارات يقول نعم او لا، هل تريد او تخليه هو اللي يتحدث يقول اشتي كذا كذا، يشرح بالتفصيل ايش المطلوب بالتفصيل وانت ايش تسجله اما صوتيا او ايش تكتب ايش كتابه، تمام؟ اجراء المقابله اعداد خلاصه بنتائج المقابله، يعني ايش تحدد ان بعد ما تكمل المقابله انه ايش تعمل التقرير حقها انه الخلاصه انه ننجز ونعمل وكذا كذا في النظام الحالي النظام الجديد او كامله، تمام؟ عن طريق الاستبيان قلت لكم تعمل ايش استبيان 30 20 سؤال 5 على قدر ايش كبر النظام، احيانا ايش النظام عملياته كثيره، تمام؟ وذلك ايش على كبر النظام وعلى ايش اهميه النظام وعلى ايضا البيئه المحيطه التي سيشتغل فيها النظام، تحدد ايش الاسئله على ضوء هذه ايش ال 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 النقاط، تمام؟ استبيان استكشاف اراء الناس حول موضوع محدد، عديد من الاسئله وكذا كذا، تمام؟ تحدد من هم الفئات المستهدفه، قد يكون ايش فئه عشوائيه، قد يكون فئه متعلمه، قد يكون فئه ايش مدراء، قد يكون فئه ايش اطباء، قد يعني تحدد الفئه التي ايش تريد ان تجري عليهم ايش عمليه الاستبيان، تمام؟ الملاحظه استخدم التحقق من صحه البيانات التي تم جمعها بطريقه اخرى، تمام؟ تلاحظ كذا كذا الفوارق، هل هي فعلا هذه البيانات هي تفي بالغرض، هل هي بيانات يعني من هذا القبيل، تمام؟ بعدين ايش تعمل التقدير واخذ العينات تستخدم للتنبؤ، هذه من ضمن الطرق، تمام؟ معنا ايش افضل طريقه اشوفها اني ايش المقابله الشخصيه وتاخذ البيانات بعمق من صاحب ايش العمل نفسه، تمام؟ التقدير واخذ العينات تستخدم للتنبؤ بعض التغييرات المتعلقه بالنظام الحالي يجي عليها عندما يصعب الحصول على معلومات بالوسائل السابقه، في حال ما قدرت ايش انه احصل على المقابلة الشخصية ولا اقدر اعمل استبيان، تمام؟ ولا اعمل ملاحظات وغيرها، ما قدرت ولا حاجة ارجع الى من التقدير واخذ العينات، تمام؟ اعمل ايش دراسة مقاربة لنظام سابق انه ايش كذا كذا، تمام؟ اعمل ايش تنبؤات بعض التغيرات، تمام؟ اعمل ايش بعض التغيرات مثل التكلفة الكميات الكمية الفترات الزمنية وهكذا، يعني تنبؤ اتنبأ انه ايش والله يكلفنا 10,000 دولار 12,000 50,000 30,000 هكذا على حسب ايش النظام، ويستغرق مننا مده ايش 3 اشهر 7 اشهر سنه سنه ونص وهكذا، تمام؟ هذا فيما يتعلق ايش تنبؤات، هذه طريقه ايش التنبؤات، تمام؟ اما طريقه البحث والتفتيش في السجلات اروح ابحث عن انظمه مشابهه، تمام؟ واقارن وتمام استنبط منها ايش المعلومات اللي اريد، تمام؟ هي اسهل الطرق للحصول على المعلومه الموثقه، تمام؟ يعني ايش او قد يكون يعني اللي عملوا النظام الاول عملوا ايش التوثيق تبعه وعملوا ايش ومن خلال استطلع السجلات حق الشركه واتنبأ واستنبط ايش المعلومات اللي اريدها، تمام؟ عمليه تسجيل البيانات تسجيلها كتابة يدويا عبر صورة مناسبة، تمام؟ عبر ايش وهكذا، يعني تسجيل تبدأ هذا العمل من بداية مرحلة دراسة النظام القائم وتستمر اثناءها وبعدها، أهمية حفظ البيانات التي تم جمعها من الضياع، لازم هذه المرحلة مهمة نوثق كل صغيرة وكبيرة، تسجيل البيانات بصورة مناسبة يجعلها أكثر قابلية للفهم، ممكن أعملها بيانات إحصائية على شكل مخططات وأشياء ايش رسومية، أثناء التسجيل تظهر أفكار مفيدة ينبغي استكمالها، عرضها على الإدارة بشكل منظم، يعني ايش كذي موثقة من جهازه، تمام؟ طرق تسجيل الحقائق والمعلومات الكتابة، تمام؟ التسجيل الصوتي، التصوير للوثائق والمستندات، الاستنساخ وهكذا، تمام؟ إذا عرفنا هنا كيفية نقوم بعملية دراسة للنظام الحالي
وكيف نستخرج المعلومات وكيف نوثقها وكيف إيش نجمعها ونرتبها. تمام، الآن بننتقل لكم إلى مرحلة إيش، قلنا إلى مرحلة إيش التحليل. تمام، إلى مرحلة التحليل. التخطيط تقريبا غطيناها بكل جوانبها بما فيها إيش هذا الأخيرة تتعلق بمرحلة إيش التخطيط، نجمع البيانات من دراسة جدوى، من عمل خطة زمنية، من كامل. تمام، بنتحدث الآن إن شاء الله على مرحلة إيش التحليل. تتضمن النشاطات التالية. تمام، تحديد متطلبات المستخدم، هذا عادي ضمن. تمام، معني إيش مرحلة إيش في مرحلة التخطيط. بس التحليل لو جينا نشوف التحليل، لما سميت تحليل اسم المادة تحليل وتصميم منظمة، تحصل ان التحليل بيمشي مع كل مرحلة. في مرحلة التخطيط التحليل، ما هي النشاطات حق التحليل اللي تدخل في مرحلة التخطيط؟ بيقول لك جمع المتطلبات. في مرحلة التصميم انه ايش تحلل كذا كذا. في مرحلة يعني التحليل يمشي مع كل من المراحل. تمام، ايجاد الحقائق فاكت فايند. تمام، تحليل المتطلبات، بعد ما اجمع المتطلبات واوجد الحقائق منها اقوم عملية ايش تحليلها، احللها. تمام، يعني ايش احلل المتطلبات وايش المطلوب. تمام، في انواع من المتطلبات نوعين او انواع كثيرة، بس معك الاساسي نوع متطلبات وظيفية وغير وظيفية. تمام، احنا نشتي نعرف ايش معناها، ايش معنى هذا. بعد ما اجمع المتطلبات اقوم عملية ايش تحديدها وتحليلها. تمام، معك متطلبات وظيفية، الوظائف التي ستؤديها المنظومة، عملية مثلا تسجيل بيانات المريض إذا هو نظام مستشفى، مثلا عملية البحث عن سجل المريض، عملية طباعة التقرير. تمام، عملية الدفع، عملية وهكذا. إذن إيش المتطلبات الوظيفية؟ الشيء الذي ستؤديها المنظومة. تمام، النظام كامل. متطلبات الأداء، ما هي السرعة المطلوبة من المنظومة لإنجاز الوظائف وقياس هذا الأداء بوقت الاستجابة. تمام، ما هي السرعة المطلوبة من المنظومة لإنجاز الوظائف، يعني إيش زمن استجابة إيش النظام وإنجاز النظام لمن لإنجاز العملية. تمام، إنه إيش تستجيب في زمن محدد. سرعة إيش الأداء، هذا متطلبات الأداء. متطلبات الإدخال، وهي البيانات التي تدخل المنظومة لغرض المعالجة. تمام، يعني إيش بيانات، ما هي البيانات اللي أحتاجها؟ أحتاج بيانات المريض مثلا إذا كان نظام إدارة مستشفيات، اسم المريض، العمر، الفحوصات السابقة، هل قد عمل الأمراض الأخرى المشابهة، من هذا الأشياء. تمام، أو مثلا في نظام إيش الجامعة. تمام، معك إيش سجلات الطالب، إدخال بيانات الطالب أثناء إيش التسجيل، مثلا كشوفات الحضور والغياب في النظام مثلا، يعني من هذا الأشياء. تمام، متطلبات إيش إدخال البيانات. تمام، أيضا إدخال الدرجات والمحصلات، وهكذا. متطلبات الإخراج، هي المعلومات التي تخرج من المنظومة بعد إدخال المدخلات. تمام، لما أعبي درجات الطالب مثلا أجي أبحث عن إيش فلان فلان. تمام، الترم الأول مستوى أول، الترم الثاني مستوى ثاني، وهكذا. تمام، طلع لك إيش المخرجات جاهزة، مجهزة البيانات إيش بعد معالجتها. تمام، على شكل إيش كشوفات أو على شكل. تمام، لازم هذا إيش أحدد ما هو الإيش، ما هي المخرجات اللي سيعملها إيش النظام، يعني ما هي نوع المخرجات. تمام، تقارير، استعلامات، كشوفات، وهكذا. متطلبات الجودة، الاعتمادية، يعني إيش إنه العمليات داخل النظام يعني. تمام، في اعتمادية، بعض العمليات معتمدة على الأخرى أو في غير اعتمادية. تمام، الأمن، لا توجد ثغرات في النظام، ما حد يستطيع أن يخترقه. تمام، سهولة الاستعمال وقابلية إيش الصيانة. تمام، سهولة الاستعمال وقابلية الصيانة، يعني يستطيع أي موظف إنه إيش بمجرد من خلال واجهات بسيطة. تمام، يفهم أي واحد، مش معقد النظام، مش معقد. تمام، يعني إيش عملية متداخلة مع بعض البعض، حتى إيش الموظف يتوه ما يستطيع، يعني معقد نوعا ما. لازم إيش متطلبات الجودة إنه إيش يكون إيش واجهات بسيطة، والعمليات وترابط العمل فيما بينها إيش بسهولة، وواجهات إيش مفهومة، قابلية إيش للصيانة. في حال حصل إخفاق في أي جزئي من النظام أستطيع أنا إيش أصلح الإخفاق هذا بكل سهولة. تمام، قابليات للصيانة،
وإصلاح الأخطاء بسهولة. تمام. لكي نحدد متطلبات المستخدم بالكامل، هناك بعض البنود التي يجب أن يحددها محللنا النظم، وهي تمام ملخص عن المشروع، تعريف لنشاط المستخدم والمشاكل التي تحتاج إلى حل. مثلا قد يوجد لدينا متجر لبيع الكتب نقدا أو على الحساب، ويشعر صاحب المتجر بالحاجة إلى تطوير نظام سجلات الزبائن لزيادة إيش الدخل. يعني ملخص عن المشروع عبارة عن إيش، نظام يقوم بكذا كذا كذا، ملخص. تمام. الأهداف، شرح الغاية والغرض من المنظومة، مثلا يجب على المنظومة أن تسرع معاملات معينة بنسبة كذا كذا. تمام. أن نتجنب مثل ما تقول إنجاز الأعمال ورقيا، تمام، يتحول لحاسوبيا، سهولة إيش إنجاز المعاملات للزبائن، سهولة إيش إنجاز العمليات للمنظمة نفسها. تمام. هذه من ضمن الأهداف. الحدود، أي نطاق العمل المطلوب، أي توضيح المعلومات والعملية التي ستشملها المنظومة. مثلا قد تحوي المنظومة الجديدة على معلومات عن الزبون والمبيعات، ولكن دون أن تشمل على إيش المخزون. تمام. إذن الحدود، إنه إيش فقط أحدد ما هي الأشياء التي إيش سينجزها النظام، وتجنب إيش واستثني الأشياء التي إيش لا ينجزها النظام. تمام. البيئة، هي كل ما يحيط بالمنظومة من عمليات، إجراءات، سياسة، قيود قد تؤثر على المنظومة أو تتأثر بالمنظومة. تمام. إذن البيئة المحيطة، تمام، كل شخص يتفاعل مع النظام أو توصل بياناته إلى داخل النظام أو يؤثر أو يتأثر إيش بالنظام ككل. تمام. القيود، الضوابط التي إيش تفترض على المنظومة المقترحة، مثل الوقت المتوفر، الميزانية المرصودة، تمام، الوقت المتوفر 2 شهر، الميزانية 3000 دولار. تمام. قد تحدد الميزانية بمبلغ محدد بالأرقام، مع تحديد إيش المدة الكافية لإنجاز إيش المنظومة. بس كنصيحة، إنه تعمل إيش خط رجعة، أحدد 2 شهر، أقول إيش 2.5 شهر، هذا 15 يوم. سبحان الله، قد يتأخر محلل، قد يمرض أحد المبرمجين، قد وهكذا. تمام. أو قد التكلفة، بدل 3000 دولار عمل خط رجعة 3500، 4000 دولار. تمام. على أساس قد نحتاج تظهر لنا صرفيات أخرى. تمام. وتكلفة إيش تزيد، يعني إيش اعمل زيادة في الوقت، حدد قدر الوقت اللي تحتاج 2 شهر، واعمل عملية إيش احتياط. تمام. اعمل إيش 15% من الوقت الكلي للنظام، اعمل إيش كخط رجعة من 2 شهر. هذا لو جينا نحسب 15% 60 يوم. تمام. ممكن 2 أسابيع أو 16 يوم، 17. تمام. ومن 3000 دولار مثلا نعمل إيش 30%، 20%، ممكن إيش قد تطلع 500 دولار. قد تمام من هذا إيش الأشياء. طيب، عملية إيجاد الحقائق، كما قلنا لكم سابقا، إيجاد الحقائق بعدة طرق. تمام. هذه أيضا قلنا فيما تتعلق، هذا إحنا بنتحدث الآن عن مرحلة التحليل، بس قلنا لكم مرحلة التحليل مرتبطة من أول نقطة في المشروع للنهاية. تمام. معك البحث العام، الاستبيان، المقابلات اللي كلمناكم، العرض التجريبي، ممكن إيش أعمل نسخة، يعني من خلال ما أشوف إيش اللي يشتيه الزبون، ممكن أعمل له إيش نسخة تجريبية مستعجلة عادية، فقط عبارة عن صفحات. ممكن أعمل إيش بالفوتوشوب، ممكن أعمل المخرجات، الواجهة، تصمم، هل تريد الواجهة بهذه الطريقة، هل تريدها بهذه الطريقة، هل المدخلات تريد صفحة المدخلات تخلى البيانات بهذه الطريقة، وهكذا. تمام. عرض تجريبي، مشاريع مشابهة، ممكن إيش أعمل مشاريع مشابهة وأقيس العمليات منها، أدور وأحصل مشاريع مشابهة للمشروع تبعي واستنبط إيش العمليات منها. عينات نماذج أو تقارير، تمام، ممكن أحصل إيش نماذج أو تقارير، ممكن إيش أستفيد منها في عملية إيش إدخال بيانات أو إخراجها، مع وجود إيش تفاصيلها حول هذه العمليات. تمام. ممكن أستفيد منها، أصمم عليها، مثل إيش هذه الأشياء، التقارير أو النماذج. أوكي. هذا تحدثنا عن المقابلة الشخصية، يجب أن نتحدث بتاريخ ووقت معين مع اتفاق مع صاحب العمل اللي تقابل معه. أهداف المقابلة، تحدد مسبقا أشتبي أستخرج كذا 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 بيانات، يجب أن يكون استبيان قصير، أسئلة مثلا قصيرة، نعم لا، هل تريد كذا، يقول نعم، هل تريد كذا، لا، يعني من هذه الأشياء. تمام.
بعدين ايش هذه مرحله استنباط المتطلبات. بعدين بعد ما احصل المتطلبات قدها موجوده عندي كامل، الان استخدم التحليل. تمام، الان اقوم بعمليه ايش؟ تحليلها. بعد ان اجد المتطلبات كامله واحصلها اقوم بعمليه ايش؟ تحليلها. تمام، يوجد مجموعه من الادوات في التي ايش استخدمها في عمليه تحليل المتطلبات. تمام، بعد ما اطلع المتطلبات الوظيفيه وغير الوظيفيه وكذا كذا، اقوم ايش عمليه ايش تحليل المتطلبات. معك اكثر من ايش ادوات كثيره، منها المخططات الانسيابيه الداتا فلو دايجرام، منها ايش الدي اف دي. تمام، معك ايش دول القرارات او جدول القرارات ديسيشن تيبل، جدول ايش القرارات. تمام، معك شجره القرارات ايضا، معك المخططات التي تستخدم سيستم اناليسيس اند ديزاين تكنيك. تمام، في ايش ادوات ومخططات كثيره تستخدمها ايش في مرحله التحليل. تمام، لاحظوا يا شباب قلنا ايش في التحليل لما اجمع البيانات احللها عبر ايش واحد من هذه ادوات او عبر هذه ادوات التحليل كامله، او ممكن احللها بايش باستخدام اليو ام ال. طيب احنا ان شاء الله بنستخدم المخطط الانسيابي وجدول القرارات والاشير كامله، بس ايش بنعمل؟ بندخل الان في الفيديو القادم بنتحدث عن ايش الان عمليه تحليل ايش المتطلبات نفسها الوظيفيه، مثلا كيف احلل العمليات تبع المنظومه كامله. تمام، كيف احللها عبر المخطط الانسيابي وما هو المخططات، بنعرف المخطط الانسيابي كامله وايش المكونات تبعه وكيف اعمل عمليه تحليل عبره. تمام، في ختام هذه المرحله قال لك لازم ان يتوافر ايش ملخص المشروع، لازم يكون معك ايش ملخص المشروع، ملخص انسياب البيانات يعني ايش المخططات التي سنذكرها ايش في الفيديو القادم ان شاء الله، قاموس البيانات تجهزه، وظائف المنظومة كاملة، وظيفة كذا 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 كذا، متطلبات الأداء، البيئة، القيود، حدود المنظومة، معيار القبول، لغة البرمجة المستخدمة، وجدول شجرة القرارات حول ايش لازم ايش تتوفر او تكون موجودة في تحليل في ايش في تحليل المتطلبات كاملة في مرحلة ايش تحليل المتطلبات. تمام، أريد منكم أن تراجعوا أول بأول. تمام، وتطلعوا أول بأول على أساس إيش لما نكون نتحدث عن فيديو قادم أو محاضرة قادمة إيش تكونوا اطلعتم على إيش اللي قبلها وعرفتوا إيش النقاط، لأن إيش في نقاط مترابطة مع بعضها البعض. تمام، فلازم إيش تراجعوا أول بأول، وبنتحدث لكم إن شاء الله في الفيديو القادم على إيش على كيفية إيش عمل مخططات انسيابية، يعني كيف حول المتطلبات هذه الى ايش مخططات، وكيف احلل العمليات تبع من المنظومة كاملة او تبع النظام. تمام، عن طريق ايش المخططات الانسيابية الدي اف دي والانتيتي ريليشن شيب تمام دايجرام وغيرها من ايش المخططات. تمام، اي سؤال او استفسار احنا متواجدين، ونتمنى منكم ان تجدوا وتجتهدوا وتاخذوا الامور ايش بمحمل الجد. تمام، وتذاكروا بجدية ورغبة، لأنه الفاصل العطلة هذه تعمل لكم ايش احيانا تعمل عملية ايش فرمتة للمعلومات السابقة. نسأل الله تعالى ان يبعد عنا وعنكم وعن اليمنيين والعالم اجمع هذا الوباء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.